صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في قراءة الآيات في صلاة الجمعة تناسب ما ورد في خطبة الجمعة؟ لا، هذا شيء لا دليل عليه، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سبقوا من أهل العلم يجعلون الآيات في الصلاة في موضوع الخطبة، ما عمل أحد هذا. والمسنون في قراءة الصلاة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، هذا هو المأثور والسنة. نعم.